أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. في هذا الفيديو الفنان غسان مسعود ومعلومات لا تعرفونها عنه. غسان مسعود ممثل وفنان سوري قدير، يعد من أبرز نجوم الدراما السورية وعملاقا من عملاقاتها. انتقل من الدراما السورية إلى السينما العالمية، وشارك بدور صلاح الدين الأيوبي في فيلم مملكة السماء. وغسان مسعود هو الممثل الذي أثبت للعالم أجمع أن سوريا تمتلك مواهب قيمة في عالم الفن، وأساتذة خرجوا من تحت أيديهم عشرات المواهب التي لمعت اليوم، حيث أنه يستحق لقب العالمية. إلا أننا حين نرى شخصا آمن بموهبته وطمح أن يوصلها نحو العالمية، نجد أنه هو من يستحق هذا اللقب عن جدارة على الرغم رفضه له. وغسان مسعود هو نجم سوري عالمي قدم إلى هذه الساحة عددا كبيرا من النجوم والنجمات، ويمتلك عشرات الأعمال التي استحق بسببها عشرات الجوائز. ولد الفنان السوري غسان مسعود في 20 أيلول/سبتمبر عام 1958 في قرية فجليت الواقعة في محافظة طرطوس السورية، وعمره بحلول عام 2020 62 عام. ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وعمل أستاذا في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا لمدة 10 سنوات. واستطاع أن يترك بصمة على الخارطة العالمية، خصوصا عندما اختاره المخرج البريطاني ريدلي سكوت لتأدية دور البطولة في فيلم الآلهة والملوك. وأيضا من خلال مشاركته في جزء من السلسلة العالمية قراصنة الكاريبي ومملكة السماء ووادي الذئاب، وفي العديد من الأفلام السينمائية العالمية الأخرى. وهذا هو الفنان غسان مسعود وزوجته. وأيضا أولاد الفنان غسان مسعود المخرج سدير والكاتبة لوتس. والفنان غسان مسعود متزوج من خارج الوسط الفني، وله ولدان هما لوتس وتعمل في مجال الكتابة، وسدير مسعود ويعمل في الإخراج. وصرح الفنان غسان مسعود: حاولت سابقا أن أبعدهم عن الأجواء الفنية وعن المعهد العالي للفنون المسرحية، لكن اليوم بات واضحا للناس بأن لوتس لديها موهبة في الكتابة رغم أنها درست الصحافة في بيروت. فيما سدير يمتلك موهبة الإخراج التي صارت أوضح بعدما أنهى دراسته الجامعية في فرع العلاقات الدولية، ثم اتجه لدراسة الإخراج والاحتراف بشكل مختلف. وأضاف الفنان غسان مسعود: كنت أخاف عليهما في البداية من دخول هذا المجال الصعب والقاسي، أما الآن فأنا أبدي رأيي في أعمال ولدي فقط عندما يطلبان مني ذلك. فلكل منهما طريقه واختياراته، ولا أتدخل نهائيا بصنع قرارتهما الحياتية، لديهما الحق باختيار تجاربهما. وشاهد زوجة الفنان غسان مسعود وابنه السدير. وأيضا هذا الفنان غسان مسعود وابنته الكاتبة لوتس. وبعد أن تخرج الفنان غسان مسعود من المعهد العالي
بدأ مسيرته من خلال العمل على خشبة المسرح، وهو ما يصر الفنان الكبير على أهميته لكل ممثل، حيث يعتبر المسرح مختلفا تماما عن السينما والتلفزيون. ودخل الفنان غسان مسعود عالم التلفزيون من خلال عدة أعمال أبرزها أبو كامل عام 90، ومن إخراج علاء الدين كوكش، وذكريات الزمن القادم، وسيرة آل الجلالي. كما إنه هام لتمكين الممثل من اللغة العربية الفصحى، وهو ما يبدو واضحا من خلال قدرة الفنان غسان مسعود على إتقان وتأدية الأدوار التاريخية المختلفة. وبرز الفنان غسان مسعود في الأعمال التاريخية ونجح بتأدية شخصيات هامة، مستفيدا من تمكنه من اللغة العربية الفصحى وحضوره القوي. ونجح الفنان غسان مسعود إلى جانب الفنان جمال سليمان في مسلسلي صلاح الدين الأيوبي وصقر قريش، كما أدى دور نجم الدين أيوب في الظاهر بيبرس، بالإضافة لدور الصحابي أبو بكر الصديق في مسلسل عمر. وعلى الرغم من نجاحه في تحقيق شهرة عالمية بعد أن شارك في عدة أفلام هوليودية شهيرة، إلا أن الفنان الكبير غسان مسعود رفض لقب الفنان العالمي. وساهم الفنان غسان مسعود في تأسيس المركز العربي الأفريقي للدراسات المسرحية في تونس. وفي التحصيل العلمي غسان مسعود درس في ألمانيا وفنلندا، بالإضافة لدراسته في سوريا. وقد رفض الممثل السوري باسل خياط في اختبارات القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية في المرة الأولى، وكان من أعضاء اللجنة التي رفضته الفنان غسان مسعود، وهي اللجنة نفسها التي عادت وقبلته في العام التالي. وهذا الفنان غسان مسعود وزوجته وابنته. وهذه صورة نادرة للفنان غسان مسعود وابنه المخرج سدير وهو طفل. وكشف الفنان غسان مسعود في إحدى المقابلات الصحفية عن رفضه لعروض سينمائية للمشاركة في أفلام في هوليود بالفترة الأخيرة بسبب أن الأدوار لا تناسبه. وانقسمت أعمال الفنان غسان مسعود بين التلفزيون والسينما والمسرح، فأشهر أعماله في التلفزيون السيرة العربية وأبو كامل والأمين والمأمون والهاربة وقاع المدينة وأشواك ناعمة وأنشودة المطر وصقر قريش وحلاوة الروح وعمر وبانتظار الياسمين وغيرها. ومن أعماله في السينما المتبقي وفي نهاية العام ووادي الدياب وجوبة وظلال الصمت وفيلم مورين وغيرها. وأما أشهر مشاركات الفنان غسان مسعود في المسرح فهي مسرحية سكان الكهف، ومسرحية الاغتصاب، ومسرحية تقاسيم على العنبر، ومسرحية الصدع، ومسرحية جنون في الاسطبل، ومسرحية بيبي نيرودا. ومن أعماله المسرحية إخراجا كسور وريما ولن يكون ودبلوماسيون والملك لير. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.